هنا في مدينة تيخوانا المكسيكية على الحدود الأمريكية اجتمع آلاف المهاجرين في سبيل البحث عن حياة أفضل، حياة كانت مجرد حلم لكنها اقتربت الآن من أن تكون واقعا بعد أن أنهت الولايات المتحدة العمل بالبند 41 الذي سمح بمنع دخول المهاجرين إلى أراضيها منذ بداية وباء كورونا. في مارس 2020 شهدت الولايات المتحدة موجة انتشار واسع للفيروس، ما دفع الرئيس السابق دونالد ترامب بموجب حال الطوارئ الصحية إلى طرد الأشخاص الذين عبروا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني على الفور. فوفقاً لقانون البند 42 أعيد ملايين المهاجرين إلى أوطانهم في عملية استغرقت 10 دقائق فقط لكل مهاجر بحسب صحيفة نيويورك تايمز لمنعهم من فرصة طلب اللجوء. واستخدم القانون رقم 42 بالفعل من قبل مسؤولي الهجرة الأمريكيين نحو 2.5 مليون مرة على الحدود الجنوبية لطرد الأشخاص إلى المكسيك أو إلى وطنهم دون تقييم فردي لجميع احتياجاتهم وفقا لتقرير أممي. وسمح أيضا بالإبعاد السريع لحوالي 30,000 شخص من فنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراغوا إلى المكسيك كل شهر. هذه الإجراءات وزيادة استخدام عمليات الإبعاد العاجل لقيت انتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان الذين شددوا على أنها تتعارض مع حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية، لكن رغم ذلك ظل ترامب مصرا عليها لكي يسيطر على ما وصفها بأزمات الهجرة. والآن مع تولي جو بايدن الرئاسة منذ عامين لا تزال القواعد المتعلقة بالهجرة معضلة معقدة. فما بعد إنهاء القانون رقم 42 الرئيس بايدن أكد أن الوضع سيكون فوضويا لبعض الوقت على الحدود المكسيكية، واستعدادا لذلك فرضت إدارة بايدن قيودا جديدة على حق اللجوء وحشدت أكثر من 24,000 من عناصر قوات الأمن محذرة من أن الحدود مع المكسيك لم تفتح بعد. ورجح خبراء إعادة القانون رقم 8 إلى حيز التنفيذ في ظل إدارة بايدن المعروفة بسياسات الهجرة الأكثر ليونة. وعلى عكس البند 42 تستغرق إجراءات الهجرة بموجب البند 8 عدة ساعات كما تزيد من فرص المهاجرين في التأهل للحصول على اللجوء بدلا من الرفض الفوري. من جانبهم وخوفا من تدفق المهاجرين يضغط الجمهوريون لتمديد صلاحية القانون 42 ويسعون لاستكمال جدار ترامب الشهير. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.